صباح السعادة يا صباح النشاط كيفكم صباح شو أخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب أنتم عم تشوفوا فيديو اليوم أهلا وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي أهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناة جديد درح فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني هون صبايا الصبح بكير الولاد لسه ما راحوا على المدرسة حبيت أعمل مناقيش بزعتر الصراحة ما بعرف شو خطر لي هيك من الصبح بس قبل بيوم كنت عم قلب بالموبايل فشفت صورة مناقيش بزعتر فاشتهيتها وقت كنت بسوريا على طول ناكلها يعني بسوريا وين ما مشيتوا بتلاقوا محل معجنات وبيبيع هالقصص بس هون محل ما ساكنة انا بقيصري يعني ما موجود هيك قصص ممكن باسطنبول تلاقوا مطاعم سورية كتير بس هون بقيصري كتير قليل فقلت ليش ما اتعلمها وساوية فوالله ساويتها وطلعت عن جد كتير طيبة أه مثل ما شايفين العجينة اول شيء حطيت لها كاسة مي كاسة حليب دافية ومعلقة سكر ومعلقة خميرة وكمان حطيت خمس كاسات طحين و3 معالق لبن معلقه صغيره ملح وثلث كاسة زيت زيتون وخلطتهم مع بعض بعدين تركتهم ساعة لحتى تختمر العجينة العجينة طلعت كتير ممتازة وبعدين مثل ما شفتوا صرت تقسمهم قسمتهم هيك لكرات وبتتركيها هيك على جنب وتغطيهم لحتى يختمروا هدول الكرات كمان مثل ما شايفين الصراحة أول وجبة حسيت شوي سميكة العجينة كان لازم رقيها أكتر من هيك الوجبة الثانية رقاتها أكتر بس كمان حسيت أنه لازم تكون ريا أكتر أه بس ما هيك كانت كتير طيبة الزعتر مثل ما شايفين بالزبدية حطيت زبدية زعتر وزبدية زيت زيتون خلطتهم هيك مع بعض وبعدين مثل ما شفتوا شكلت العجينة أه على شكل دائرة وخليت الاطراف يكون المستوى تبعهم اعلى من النص مشان تحطي الزعتر ما يسرب الزيت يعني منه وبعدين خفقت بيضه وهلا هي البيضه صرت ادهنها على العجينه مشان تعطي هيك لون حلو الفرن لازم يكون حامي من قبل بوقت شغلته على درجه ميتين من فوق ومن تحت اول ما بتحطي الصينيه بتحطيها من تحت بالاول دقيقتين ثلاثه وبعدين بتحطيها من فوق دقيقتين ثلاثه كمان وقت بتطلعي الصينيه من الفرن لازم فورا تحطيها بشي وتغطيها مشان تطرى العجينه وهون بعدين سويت شاي مشان الاولاد تاكل قطعه منقوشه ومع كاسه شاي لفت التنتين لزوجي لانه ما لحق ياكل هو بيوصل الولاد على المدرسه فقال لي تنتين بالسياره باكلهم لهون بعد ما الولاد راحت على المدرسه فتت على غرفهم لحتى ضبها ورتبها هلا الصراحه هن بيرتبوا غرفهم مثل ما لكم شايفين الغرفه مرتبه هذا الشيء متفقين عليه قبل ما تصير المدرسه انه لازم قبل ما يروحوا على المدرسه يرتبوا غرفهم لحالهم انه هي مسؤوليتهم أه بس الصراحة لا يخلى الأمر من كم شغلة بتبقى بالأرض، وأنا لازم أرتبهم وأقيمهم مشان المكنسة بدها تكنس ما يعلق شي فيها، فمثل ما شايفين الطريقة الجديدة اللي متبعتها هلا كتير حاببتها، أه إنه أول ما فوت على غرفة مثلا هي غرفة تيمو الصغير، فوت على الغرفة بجيب صندوق بحط فيه الغراض كلياتها اللي هي ما لم محل يعني يعني كان في غراضين تحت التخت أمتن حطيتهم بهذا الصندوق فتحت الغزانه لقيت في ثياب انا طاويت له اياهم غسلت له اياهم هو قايمون هيك مجعلكم امتهم كمان حطيتهم بهي بهذا الصندوق كل شيء مو محله امتهم حطيته بهذا الصندوق هن وقت بيرجعوا من المدرسه بي بشوفوا بيشوفوا الصندوق شو في غراض هن بضبون يعني مشان ما يعتمدوا علي ويقولوا يلا هلا ماما بتقيمون يلا هلا ماما هي بترجعون، لا ما ما شي شيء بحطهم بالصندوق هيك الغرفة كلها مرتبة بس الغراض اللي هن ما مرجعين لمحلها حيلاقوها بالصندوق وحيرجعوا ويضبوها يعني لا مفر فكتير هاي الطريقة صراحة عجبتني وكمان حسيت من بعد ما عملت هاي الطريقة كتير خف الغراض و... والقصص هي اللي هيك بلحوشوها هون وهون كتير خفت يعني صايرين عم يرتبوا ويظبطوا لانه عرفانين انه خلص وراهم وراهم يعني هن بدهم يضبوهم فهي الطريقة كتير عاجبني حبيت لكم عليها بركي كمان انتم بتعملوها مع اولادكم بترتاحوا هلا هون مثل ما شايفين جبت هي المكنسة اللي بتنظف السجاد وال يلي يعني بتغسل السجاد والكنبايات اللي زمان زمان قاعدة عم دور على مكنسة تكون ظريفة وماركتها ظريفة اخر شيء آه قلت لها اجيب هاي هاي ماركت بيسيل آه صراحه كنت بدي اجيب هوفر آه انا عند اهلي عندهم هوفر يعني من وقت كنت عند بيت اهلي كان عندهم هوفر لهلا عندها ياها لها سنه يعني ولهلا ولا مره خربت كان بدي اجيب هوفر بس للاسف ما في هون بتركيا ما لقيت يعني بكل المواقع ما لقيت هوفر حتى بالمحلات ما في غير هاي بيسيل فقلت خلص لجيبها مع انه قريت عنها انه مو قريت عنها شفت عنها فيديوهات وهيك كتير في تعليقات انه هي بتخرب هيك احيانا بتخرب الفراشي بيخرب ومدري شو المهم ما بعرف قلت خلص لجيبها وان شاء الله ما ما بيصير فيها شيء يعني هلا مثل ما شفتوا صبايا تركيب المكنسه كتير سهل اول ما فتحت العلبه كان في علبتين منظف جايين هديه مع المكنسه مثل ما شايفين ركبت هاي الايد وبالايد من فوق في هذا البرغي هذا البرغي مشان تركيب مشان تركبي هي القطعه الحمراء اللي تحت هي القطعه الحمراء اللي تحت مشان تلفي عليه الشريط تبع المكنسه بيجي فيها علبتين العلبة اللي تحت بتعبى فيها المي الوسخة والعلبة اللي فوق بتعبي فيها المي النظيفة والمنظف أنا هون عبيت المي لفوق وبيجي مع المكنسة كمان هيك غطا صغير لونه أسود مكتوب عليه عيارات عبيته بالكامل وحطيته لهذا لهي العلبة كامل يعني. هلا هون ركبته بيجي مع خرطوم هذا الخرطوم بتحطيه من قدام في هي القطعه الحمراء بتشيليه وبتركبيه هي القطعه بقلبها وبيجي معه فرشايتين كمان فرشايه كبيره وفرشايه صغيره هي الفرشايه الصغيره مشان اذا كنتي ماده بيتك مكيت وما فيك يعني تشيليه مشان تنطفي الزوايا فيه هاي الفرشايه اكبر هلا هون مثل ما شايفين في لها ثلاث درجات أه انا حطيتها على اعلى درجه اللي هي بتنظيف عميق يعني في الاقل أه بعدين شغلتها أه صراحه كتير ظريفه كتير حبيتها أه بس أه العله اللي فيها انه صوتها كثير كثير قوي وكمان بتوجع الايد يعني انا هون وجعتني ايدي كثير لانه يمكن لانه عم ساوي الكنبايات يمكن السجاد اكيد اسهل مساواته أه هون كان الضغط كلياته على ايدي انه بدك تقسي ايدك من شان تسحب المي فوجعتني ايدي وغير عن هيك ضاج راسي من صودا هدول هن العلتين اللي اللي شفتهم بهي المكنسة هلا يعني حاليا ان شاء الله يعني ما يكون فيها ابدا شيء تاني على التانية ان شاء الله مع الايام رح أحكيلكم لكم عنها اكثر بس حاليا كتير حبيتها نطفه الكنبايه منيحه هلا بتشوفوا الصندوق قد آه المي يعني فيها كلها آه كلها كلة غبار وشحار وقس. يعني عن جد كاني انا كنت ما عم نظف مع انه من شهر مساويتها لل... للكنبايه مع هيك هي لانه بتسحب من جوا من جوا انا كنت عم بمسح هيك مسح يعني الوش الوش اما هي بتسحب من جوا فهي بتنظف بنصحكم حاليا بنصحكم فيها استنوا علي شوي تانية لحتى شوف اذا فيها سلبيات غير صوتها العالي وغير انه بدها عزم مشان تساوي الكنباية صراحة ساويت كنباية واحدة لانه مثل ما قلت لكم وجعتني ايدي وضاج راسي من صوتها وخفت الجيران يتضايقوا من صوته لانه صوته اعلى من صوت المكنسة العادية بضعفين فحطيتها هلا هيك على جنب قلت كل يوم بساوي كنباية وهيك لا بضوج راسي ولا الجيران بيتضايقوا بفترة طويلة هلا هدون الكتالوكات تبعاتهم أه انا من زمان عندي هذا الملف بحط فيه كل الكتالوجات تبعات الاجهزه الكهربائيه فيها هيك انت ما بدي بفتحه بلاقي اذا خربت اذا حابه شوف شي معلومه عنا بفتح بلاقيها بكل سهوله هيك ما بتكون بحترة هون وهون هلا هون طلعت على البلكون لحتى ساويه صراحه إلي زمان ما ساويت البلكون ما عدت طلعت عليه واهملته كتير فقلت لساوي وساوي البلور تبعه والارض وهيك امسحه ونظفه هلا هون مثل ما شفتوا شلت الحاجز تبع الوراق اللي كان بالبلكون اخذته على الحمام مشان نظفه صراحه من وقت جبته ما نظفته ولا غسلته فكان كثير في غبره وغسيله كتير سهل الصراحه تركته بالحمام لحتى هيك يصفي المي عنه وينشف بعدين برجع بحطه محله هلا هون عم ارجيكم هدول الجزيئات صراحة اخذت بنصيحتكم بالفيديو القديم قلت لكم ان السجادات تبعاتي بيمشوا مع الاولاد فكتير منكم نصحني وقال لي انه نجيب من هدول اللزقات فطلبت بس للسجاده وحده بيجوا هنا اربع قطع قلت رح اشوف اذا هي النوعيه منيحه او لا اذا منيحه بجيب لباقي السجاد مثل ما لكم شايفين هنا هيك بيجي شكله مربع وبيلزق على الطرفين طرف على السجاده والطرف على الارض وفي بالنص مثل التشيتشات فيك تشيلي السجاده امتى ما حبيتي وتكنسي الارض وتردي ترجعيهم هلا هون صار وقت تحضير الاكل لانه الاولاد رح يجوا من المدرسه فحبيت اعمل هي الاكله دون صدوره الدجاج من قبل بيوم بالليل بهرتهم آه صدر الدجاج قسمته بالنص ودقيته هيك ليصير آه رقيق وحطيت له آه بابريكا وملح فلفل آه زيت زيتون وشو آه كمان حطيتله زنجبيل و كزبره يابسه وبعدين حطيته بالبراد هلا هون مثل ما شفتوا جبت المقلايه حطيت زبده وبعدين حطيت صدوره الدجاج هيك اثنين اثنين صرت اقلبهم على على الطرفين لحتى يتشوحوا بعدين بس هيك تلاقيهم انه تقلوا من الطرفين بتشيليهم بتحطيهم بالصحن هلا هون عم بفرم البصل هي الاكله يعني بدها بصل وثوم هلأ هون بعد ما قليت صدوره الدجاج كلها بنفس المقلايه حطيت قطعتين زبده وبعدين حطيت بصل وثوم قليتهم مع بعض بعدين حطيت معلقه طحين وبعدين حطيت كريمه طبخ فيكي إنتي اذا ما عندك كريمه طبخ فيكي تحطي حليب بداله وبعدين حطيت كاسه <applause> مرقه دجاج وبتقلبيهم هيك لحتى يغلوا مع بعض بس غلو بتحطي صدوره الدجاج اللي قليناهم بالاول وبتغطي المقلايه لحتى يعني هيك ربع ساعه بدها بتكون خلص الاكله استوت وفيك تحطي الرز على جنب او معكرونه انت فيك يعني هي الاكله تتقدم جنب رز او معكرونه انا هون حطيت رز ابيض وكمان بطاطا مثل ما شفتوا الحاجز تبع الوراء نشف ورجعته لمحله البلكون هلا هون صار الليل حبيت اعمل بانكيك للولاد صراحه هي الاكله بعملها كتير بس بطرق مختلفه هالمره حبيت اعملها بحشوه الكريمه والشوكولا وهيك طبقها على بعضها مثل ما شايفين ساويتهم كلهم المكونات تبع هي البانكيك بيضتين وخمس معالق سكر اربع معالق زيت نباتي كاستين حليب وكاستين طحين وفانيليا وبكن بودر بنخلطهم مع بعض مثل ما شايفين بتكون تكون المقلاية حامية أه بتبلشي انك تحطي هيك شوي شوي على شكل دائرة وبس لحتى يطلع فقاعات للبان كيك العجينة يعني بتقلبيها على الطرف الثاني كتير سهلة أه حضرت الكريمة وحضرت كمان صوص الشوكولا هي صوص الشوكولا عملته من النسلة والكاكاو خلطتهم هيك على الغاز مع بعض وبعدين حطيتهم بكيس مشان يعني شكلهم هيك اعمل اشكال على البان كيك كتير طيبة بس هذا هو الفيديو تبعي اليوم بتمنى يكون عجبكم اذا حبيتوا ما تنسوا لايك اشتركوا بالقناة بحبكم كتير سلام